مي فخري وطليقها المايسترو هاني فرحات. اتنين اتجوزوا عادي جدا، بعد الجواز استمر لمدة 2.5 سنين، انتهى بالطلاق ما بينهم. كانش حد يعرف انهم متجوزين اصلا. فوجئنا ان مي قالت ان الطلاق حصل بشكل غيابي مؤخرا بدون اي مشاكل بينها وبين طليقها الموسيقار الكبير هاني فرحات، وده عن طريق المأذون الشرعي هو اللي بلغها بالموضوع ده، وانها ما خدتش مؤخرها ونفقت المتعه بتاعتها. بناء عليه رفعت دعوه قضائيه ضده. الجانب الثاني كان المايسترو وهاني فرحات المحاميه الخاصه بيه اصدرت بيانا قالت فيه ان الطلاق تم بالفعل بعلمها بعد عدم استحالة العشرة بينهم، وقام بتطليقها غيابي لأنه ليس لديه مانع من منحها كافة حقوقها الشرعية. يعني إجراء روتيني بيتم مادام أنا موافق إن أنا أديكي كل حقوقي. أقرت كمان المحامية إن هي حصلت على مبلغ 150,000 جنيه مؤخر الصداق، وتم التواصل مع الفنانة مي عشان تستلم المبلغ ده هي ومتعتها وكل مستحقاتها، لكنها رفضت رفض تام. في لخبطه. طيب ما دام مي والموسيقار هاني كانوا منسجمين وتم الجواز وفضلوا على طيله الجوازه دي 2.5 سنين وعلى وفاق، ليه حتى لو جه الخلاف وجه الطلاق ما تمش بينسجم؟ تعالوا نسمع الفنانه الجميله المعتزله مي فخري. مساء الخير يا مي. اهلا اهلا، مساء الخير. منوراني ومشرفاني. ميرسي لذوقك، تسلمي. يعني يمكن لغط رهيب قوي يا مي، وازمه حقيقيه انا عارفه كويس بتبقى صعبه على اي ست. في البدايه عايزين نعرف منك ايه اللي حصل، ووضحي الحقيقه لسبب ما ان في بيان ظهر، بيان بيقول انت استلمتي كل مستحقاتك نفقه ومؤخر 150 الف جنيه وفلوس النفقه، زائد ان انت رفضتي ان انت تبقي موجوده، انت اللي رافضه تستلمي حقوقك. شوفي حضرتك، هو انا سمعت طبعا وصلني المداخله للاستاذه المحاميه عملتها، بس يعني هو الكلام ملخبط شويه. اذا كان انا وطليقي اتفقنا واستحاله العشره، ليه طلقني غيابي؟ ليه انا ما كنتش حاضره الطلاق لو احنا متفقين؟ وليه لو كان في شكل ودي من ناحيته ليه ما ادانيش حقوقي كامله؟ انا على فكره الدعوه المقامه القضائيه مقامه بنفقه المتعه ونفقه العده. انا ما قلتش في اي حاجه انه انا ما استلمتش مؤخر الصداق، ولكني استلمت مؤخر الصداق بعد انتهاء شهور العده بشهر تقريبا، اللي هو كان شهر 4. عظيم. استلمته عن طريق المحكمه. إذا ما كانش فيه من ناحيتهم حاجة ودية، لأنه هم بدأوا إن هم من الأول. يعني أنتِ لن ترفضي الاستلام؟ أنا ما رفضتش أي حاجة، أنا ما حدش كلمني ولا اتفق معايا على حاجة. وكان أعتقد إن الأستاذة المحامية قالت إنها تواصلت معايا وحاولت إنها تحل. وجهة نظرك ده حصل ليه؟ الطلاق حصل ليه؟ وأنا رفضت، عشان بس النقطة دي لازم أوضحها. الأستاذة المحامية دارت ما بيني وما بينها مكالمة مدتها تقريبا 40 ثانية، عرفت هي مين، وقلت لها أنا هخلي المحامي بتاعي يتواصل مع حضرتك. ده كل اللي دار ما بين المحامية وما بيني. عظيم. ما حصلش أي لا اتفاقات ولا نقاشات، ولا أنا قلت لها أنا هلجأ للقضاء. لو حضرتك تلاحظي إن أنا لجأت للقضاء بتاريخ 10/6 تقريبا، وهو بعد ما هم بدأوا بتسليمي مؤخر الصداق فقط عن طريق المحكمة، بعد ما أنا نفسي حاولت محاولات ودية كتيرة جدا مع طريقي إنه نخلص بهدوء، بس فشلت. المحاولات دي استمرت كام شهر؟ أنا اتطلقت بتاريخ 4 يناير 2024. المحاولات دي استمرت لما بعد ما هم حطوا لي مؤخر الصداق بحاجة اسمها إنذار عرض تقريبا في المحكمة. أنا استمريت بعدها لحد آخر يوم قبل ما أرفع الدعوة بشكل نهائي، لأن كان في فترة يعني زي سماح قبلها إن يكون الموضوع بشكل ودي من خلال المحامي.
ما هي حياتك الزوجية كان شكلها ايه على مدار سنتين ونص؟ انا كنت بحب هاني جدا 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 جدا، ايه اكتر حاجة كنت تحبيها فيه؟ كنت بحب كلامه الحلو ليا ووقفته جنبي دايما واهتمامه بيا وكل تفاصيلي. استغربت جدا من رد الفعل، لان في حياتي معاه عمري ما حرمني من حاجة، عمري ما فكرت في حاجة الا هو كان فعلا جنبي ومعايا وجابها لي من قبل ما افكر فيها. احنا كنا في حياة بجد يعني رائعة من وجهة نظري. ليه خد القرار ده؟ ما اعرفش، ممكن يكون تسرع فيه، مش عارفه الحقيقه. انا لو انا من لحد دلوقتي نفسي اعرف انا اتطلقت ليه. حضرتك تعرفي، يا ريت تقولي لي. انا حابه اسمع منك انا عملت ايه اتطلق. انا هو ده السبب. هل استحاله العشره دي بتظهر فجاه في موقف او في يوم وليله او في وقت؟ كنت معاه قبل الطلاق بقد ايه؟ انا يعني قبل ما يطلقني انا كنت موجوده في الرياض بتاريخ 28/12 قبل النيو يير تقريبا على طول. انا كنت هناك يعني كنت مع جوزي. ف 28/12 لتاريخ 4/1 الفتره قصيره قوي لاستحاله العشره والمعيشه والكره والاتفاق على الطلاق واتمام الطلاق، ولا حضرتك شايفه ايه؟ لا فتره قليله يعني الكلام بالعقل وبالمنطق، يعني نحسب التواريخ. طلبتي منه مثلا طلب عجزه، طلب ضد رغبته؟ استاذتي فاضله، انا ما اتكلمتش مع جوزي مكالمه واحده من يوم ما جاني العقد الغيابي لحد ما بكلم حضرتك، ولا اتقابلنا ولا اتكلمنا ولا حصلت مكالمه واحده ولا شفت حتى صدفه في مكان. عظيم. انا بتكلم على اخر لقاء بينكو، كنت طلبت منه حاجه صعبه ابدا؟ طلبت حاجه هو مخرجها من حساباته؟ عمري ما كنت بطلب منه حاجه، هو كان بيجيب لي كل حاجه من غير ما انا عمري طلبت حاجه. طلبتي تخلفي مثلا يا مي؟ لا ما طلبت، انا عندي الحمد لله بنات مش محتاجه خلف، وده كان اتفاقنا من الاول خالص انه الحمد لله. هو يعني انت ام وهو وانا مظبوط، وده انا عندي بناتي، وكان اتفاقنا ان احنا ما نخلفش. استقبلتي بقى ورقة طلاقك ازاي؟ من خلال استقبلتيها نفسيا ازاي؟ لا نفسيا انا يعني لحد دلوقتي انا مش احسن حاجه، بحاول ان انا ابقى كويسه. يعني لو قال لي انا كرهك مثلا، او انا ما بقتش احبك، او اي سبب يقول لي اي حاجه ويقول لي انا مش عايزك، فيكون في اصلا العقل والقلب اخذوا فتره ان هم يستوعبوا. لكن الصدمات اللي ورا الكتيره اللي ورا المقربين منك، المقربين منك استقبلوه ازاي؟ كل الناس مستغربه جدا ازاي قصه الحب الفظيعه دي تنتهي بالشكل المفاجئ ده بالسرعه دي، ليه؟ كل الناس بتسال ليه مش انا لوحدي. انت استمرتي قبل الجواز على علاقه بالموسيقار هاني فرحات؟ يعني قربتي منه؟ اتخطبتي؟ احنا كنا اصدقاء قبل ما نتجوز بسنين كتيره جدا، يمكن من سنه 2015 او 2016. عزيز. اصدقاء في جروب كبير، فاحنا نعرف بعض كاصدقاء بدون اي مشاعر بشكل كويس جدا. انت عارفه لما بتكوني صديقه مقربه من حد بتعرفي عنه اكتر ما بيكون في مشاعر. عظيم. مظبوط. فاحنا نعرف بعض كويس جدا. ما يسامحيني هقول لك حاجه. اتفضل. عايزه الساده المشاهدين بس الأستاذ المخرج يساعدني. مي سيدة جميلة جدا، يا ريت صورتك تبقى معايا على الشاشة يا مي. صورتها معانا. مي فخري من الفتيات المصريات اللي بتحظى بنصيب في الجمال، وفنانة يعني وشها حقيقي مألوف جدا وجميل جدا، لدرجة إن هي فاجئتنا بخبر اعتزالها وإن هي ترتدي الحجاب وهتلتزم. عايزه اقول بقى ده ليه، عشان هسال مي السؤال ده. ايه يا مي اللي خليكي ما تتجوزيش وتلبسي فستان فرح وتعلني على العلن ان انت اتجوزتي موسيقار هاني فرحات؟ شوفي انا ام البنتين، بناتي كبار مش صغيرين. عظيم. انا مش يعني ما شاء الله دي مش اول، ربنا يخليهم لك. سبق لي الجواز قبل كده، فما اعرفش ما حسيتش ان هو مناسب ليا وانا في وضعي وفي سني وبناتي ما شاء الله اللهم بارك كبار، ان انا البس فستان فرح. يعني فاهمه قصدي؟ عظيم. كان الموضوع بشكل عائلي، ولادي واولاده. شفناكيش جنب في حفله وبياخد صوره بتبقى مهنيه جدا لكن فيها جزء من الاسره زي فنانين كتير بيعملوها. شوفي انا بعد ما اعتزلت حبيت ان انا يعني اعزل تماما حياتي الشخصيه وحياتي الاسريه والعائليه
عن حياتي المهنيه اللي هي على السوشيال ميديا، او ايه اللي انا بعمله دلوقتي، لان انا نفسي اتغيرت كتير عن قبل كده، نضجت وتفكيري اتغير وبناتي كبروا، ففي حاجات كتيره قوي لازم اخد بالي منها. فعشان كده بس زي ما بيقولوا كده اتغيرت، فحبيت كل حاجه تبقى ماشيه بما يرضي الله، بعيده خالص عن انظار الناس، خفت من العين، خفت من ممكن مثلا حد يستكتر حاجه عليا. انت عارفه السوشيال ميديا لما بتنشري عليها حياتك بشكل مفتوح قوي بتبقى معرضه لحاجات كتيره جدا. وانا مشهوره كانت حياتي كلها على العالم، فحبيت انه لما الحمد لله يعني اعتزلت واتحجبت انه حياتي تكون ماشيه بجد بما يرضي الله قوي على قد ما اقدر. يعني مش هقول لك ان انا احسن هو كان حاجة. سبب في اعتزالك يا مي؟ لا خالص، انا اعتزلت قبل ما اتجوز بكتير، واتحجبت قبل ما اتجوز، احنا متجوزين بعد ما انا اخدت قرار الحجاب، لان الحجاب جه بعد الاعتزال مش قبله. فلا ما كانش السبب خالص، دي كانت حاجه نيه خالصه لله، ويا رب يكون ربي راضي عني فيها. بناتك اتنين اخوات شققة ولا ده من رجل وده من رجل؟ لا بناتي من شقق، من اخوات. لا مش اخوات شقق، كل بنت من حد. مظبوط. طيب احنا وصلنا يا ميلي، انت او الاستاذه المحاميه بتقولي انت ليكي اكتر من عقد زواج، ان انت متجوزه 5 مرات. لا هما لازم يراجعوا كويس ويشوفوا، لان انا بتجوز مش بتجوز في السنه، بتجوز بشكل رسمي، الحاجات دي اكيد بتكون موثقه، فهم يقدروا يعني يشوفوا انا اتجوزت قد ايه، وبعدين اتجوزت قد ايه، مش هو ده موضوعنا في ان انا بطلب حقي. صح، فهمتي حضرتك؟ صح. لو اتجوزت 20 مره هل انا بعمل حاجه غلط؟ هل انت متعنده يا مي في انك تستلمي حقوقك؟ انا مش متعنده باي حاجه، ولا انا حاطه شروط لاي حاجه تماما، انا ما لجأتش للقضاء الا لما حسيت ان انا بجد لا حول لي ولا قوه، ومضغوط عليا انه انا اخد مؤخر قضائي اللي هو عباره عن 150,000 جنيه وبس، خلاص كده. ليه؟ في قضاء، في قانون بيقول ان المراه ليها حقوق، اكيد. ده مش كلامي، والشرع والشرع بيقول، طب ما هو القانون واخد اكيد من الشرع، فانا دي مش طلباتي. ومش ولا يمكن اكون بدعي حاجه. طب ممكن تقولي لي يا مي حقيقيه مستحقاتك ايه بالظبط؟ طيب مستحقاتك ايه بالظبط؟ عشان يعني انا وصلني زي ما حضرتك قلتي من خلال المحكمه المؤخر القضاء وهو 150 الف جنيه مصري فقط لا غير. مستحقاتي انا كمي نفقه العده ونفقه المتعه ومستلزماتي ومتعلقاتي الشخصيه اللي كانت موجوده في بيتنا. انت ما خدتيش هدومك؟ انا ما عنديش حاجه، انا قاعده في بيت القاهره دلوقتي اللي هو بيت الايجار اللي كان بتاعنا برضو، حاجتي كلها هناك. يعني انا راجعه زي ما قلت لحضرتك من الرياض على القاهره يوم تقريبا 30/12، فانا اكيد ما رجعتش بحاجه. انا بيتي كله اللي هي متعلقاتك دي هو فعلا ما حاولش يوصلها لك؟ نعم، ما حاولش يوصلها لك. هو انا ما حدش يعني هو نفسه ما حاولش يتواصل معايا او يحل معايا او يوصل لي اي حاجه او يديني اي حاجه. بقول لحضرتك انه مؤخر الصدا انا استلمته بعد ما اتطلقت ب4 شهور من خلال المحكمه، فاذا ما تعرضش عليا انه انا اخد اي حاجه في الوقت ده. طب بصي يا مي، في ملاحقات حواليكي بتقول ان انت طلبتي اضعاف اضعاف، وصلوا 7 من انا ما طلبتش حاجه الرقم ده. الرقم اي كان الرقم اللي اتطلب هو من خلال مكتب المحاماه، انا كمي ما طلبتش ارقام تماما، انا طلبت حقوقي ومستلزماتي. فلما طلبت حقوقي ومستلزماتي يعني اتسبت خالص تقريبا، يعني لحد ما اكون انا يعني زي ما بيقولوا بالبلدي جبت اخري. فبعد كده منوا عليا. يعني انت يا مي لحد قبل راس السنه، بعد راس السنه كنت في الرياض. نزلت من الرياض وثانيه يا مي الله يخليكي، احنا عاملين مكالمه طويله اصلا قبل الهوا. اصبري يا مي، اصبري بس، يعني مش انت طبعا، الطرف التاني. اصبري يا مي. وبعد كده
انت كنت زوجة عادية جدا رايحة جاية على الرياض بحكم ان الموسيقار الكبير بحكم انه انا الموسيقار الكبير هاني فرحات بيشتغل في السعوديه ايوه وفي دبي والحاجات دي، وبحكم ان انا اهلي كلهم هناك لان والدي سعودي ووالدتي مصريه، ايوه فانا عيلتي كلها موجوده في السعوديه، احنا من عظيم المدينه المنوره، عظيم يا حبيبتي اهلي عليه الصلاه كلهم هناك. والسلام، عليه الصلاه والسلام، عظيم. جيتي فجأة من حياتك مستقرة جدا لقيتي نفسك منفصلة وبتقلك مع السلامة، هل تم خيانة يا مي؟ انت اتنزعتي، اتخانقتي، حسيتي انه مهتم بواحدة، ايه اللي يخليه شوفي يعني؟ انا مش حابه اتكلم في تفاصيل الموضوع ده لان هو كل حاجه باينه جدا قدام الناس، فانا مش حابه اتكلم في تفاصيل الموضوع ده. اكيد حصل موقف، والموقف ده من بعده بايام حصل الطلاق، يعني ايوه هو اكيد في حاجه حصلت، بس انا مش حابه ان انا اتكلم يعني في هو تفاصيل فضل الموضوع حد ده. على حياتك. الله اعلم، خلي كل الناس متابعه تشوف والحكم ليهم. انا برد على كل ده مصارع على السوشيال ميديا. انا بقول لحضرتك انا وانتي وكل الناس اللي متابعه ومهتمه بالموضوع تقدر تدور كويس قوي وتشوف، هي تشوف بنفسها، انا ما عنديش حاجه زياده اقولها. طيب بيقال ويصار ان انتي عامله ده علشان الشهره والترند. هو حاجه بصراحه يعني غريبه انها تتقال. اتفضل. ايه الشهره في ان انا اطلب حقوقي؟ مبدئيا انا كمي يعني ما عملتش حاجه، الصحف هي اللي نشرت الاول، وبحكم ان انا وهو شخصيات عامه واسامي معروفه، طبيعي لما يكون في قضيه وليها رقم الصحافه بتاخد الكلام ده لوحدها. فانا بدات بعد كده يجي لي مكالمات، هل الخبر ده حقيقي ولا لا؟ الخبر ما طلعش مني انا شخصيا ما هو انت الاول. عشان شخصيات عامة الصحافة مظبوط، والإعلام حضرتك بيعملوا فاهمه شغلهم. اكيد طبعا، أيوة ده فطالما شغلهم. في قضيه وليها رقم وتحدد لها جلسه، فالحاجات دي بتتاخد اصلا من الصحفيين لانه يعتبر ان ده سبق صحفي، عايز هو يطلع بالخبر الاول، فما ينفعش المحامية ان هم قالت إن أنت يكلموني هتتحاسبي بالتشهير يا يسالوني مي، هتتحاسبي تشهير على في ايه؟ التشهير. ايه اللي انا شهرت بيه؟ ايه الكلام اللي انا قلته في نوع من انواع التشهير؟ طيب لو انت ما تواصلتيش نهائيا مع طليقك، انت تماما من اول الواقعة دي هو انا محاول. حاولت وكنت ببعت واتساب لانه اتفضلي. ما كانش بيرد على مكالماتي، اتعمل لي بلوك بعد رسائل واتساب كبيره جدا بتحايل عليه فيها وبترجاه انه يعني خلاص انا موافقه وراضيه بقضاء الله وموافقه بقراره اللي هو اخده لوحده ونفذه، بس ما يعني ما يظلمنيش، اديني حقوقي عشان انا اعرف اعيش، عشان انا اعرف اكمل حياتي. بتترجيه يا مي؟ اترديته طبعا، كان بينا خير، انا مش عايزه الامور تسوء، انا عمري ما كنت احب ان الوضع يوصل للي احنا بنتكلم فيه ده دلوقتي ابدا. انا بحب الراجل اللي انا كنت متجوزاه، انا بحبه، ما تلومنيش ان انا كنت بحب شخص لا يا ومخلصاله، حبيبتي طبعا، ما لا انا غصب عني ومش لا قادره يا ان انا حبيبتي، فجاه اغير قلبي فجاه وابقى بكرهه وابقى بعديه، مش قادره اعمل كده. فلجأت للقضاء، انا لا شعرت ما بحد تواصلش معاكي ولا رغم مت كل ابدا المحاولات ابدا ابدا لحد ابدا النهارده مثلا. ابدا، والله ابدا، انا مش بكذب لانه الكلام ده قدام كل الناس، وانا في الطبيعه في حياتي ما بحب، ما بعرفش، ما بحبش كنت الكذب، عايزه انا ما توصلي له بكذبش. ايه يا مي؟ يعني كنت بتتكلميه ومصممه انك تتواصلي معاه حتى لو هينتهي الموضوع، كنت حابه توصلي له ايه؟ ان انا كنت بحبه جدا وبقدره جدا وبحترمه، وهو رقم واحد كان عندي في حياتي، وكنت بهتم بأقل وأصغر تفاصيله عشان كنت حابه له النجاح. الحمد لله احنا بعد ما اتجوزنا ما شاء الله اللهم بارك، كل حاجة عنده بقت أحسن، والحفلات كترت أكتر، وبقى عنده ما شاء الله اللهم بارك مطعم في الرياض كبير، وكل حاجة بقت أحسن. من حبي ليه بدعي له كنت في كل وقت، أنا عمري ما كنت أحب إن أنا أتطلق منه أبدا، ولا عمري كنت أتخيل، ولا عمري اللي كان بيني وبينه واللي هو كان بيقدمه لي وبيعمله لي من حب واهتمام وكل حاجة، عمري ما جه في بالي أبدا إن أنا ممكن أبقى من غيره لحظة مين أبدا. بيواسيكي في أزمتك دلوقتي؟ ربنا ونعم بالله ربنا يا حبيبتي مواسيني ومقوي قلبي، وعارفة إنه هيكبر خاطري، إن شاء الله عارفة أنا متأكدة، إن شاء الله. وعارفة إنه ده أكيد الأفضل ليا، لأنه أنا ما أخدتش القرار، ولا أنا طلبت طلاق، ولا أنا حبيت أخرب حياتي،
دي أزمة واختبار من رب العالمين، وأنا راضية وموافقة وربي هيجبرني بإذن الله. الدنيا يعني اتغيرت وجيه الموسيقار هاني قال لك وزة شيطان ونرجع. لا لا صعب، في ليه؟ حاجات اللي بتتكسر ما ينفعش ترجع، في حاجات أنا يعني أتمنى إن أنا أفضل أفتكر ذكرياتنا وأيامنا وأيام ما كنا أصدقاء أصلا وإحنا يعني وصغيرين، يعني أنا أحب إن أنا أفضل فاكرة الصورة دي، مش قادرة أفتكر الجرح والوجع والخذلان اللي أنا حسيت بيه. أصدقاء كل المشتركين بيقولوا لكم إيه؟ هو إحنا الحقيقة يعني كنا إحنا تقريبا زي ما بيقولوا البيست فريند، إحنا الآن تيم، إحنا كنا أقرب اتنين لبعض في الجروب، فإحنا فاهمة قصدي إيه؟ أيوة يعني أنا راح مني صديقي الوحيد وحبيبي وزوجي وكل حاجة، أنا ما راحش مني بشكل واحد، أنا كل هو كان كل حاجة. أصدقائنا المشتركين في منهم ناس، كل الناس لغاية دلوقتي مصدومة مش مصدقة ازاي قصة الحب واللي هما كانوا بيشوفوه معانا وبيعيشوه وبيلمسوه ازاي يحصل فجأة كده، مش أنا لوحدي اللي أخدت صدمة، يعني كل الناس القريبة، أهلي أخواتي بناتي، لأنه هما بناتي كانوا بيحبوه جدا وهو كان بيحبهم جدا وعلاقته بيهم كويسة جدا. ما هو ساب فجوة كبيرة في حياة أسرة مش في حياتي أنا بس. ممكن نشوفك بتمثلي تاني يا مي؟ لا صعب، انا خدت القرار ده عن اقتناع، بناتي زي ما قلت لك مهمين عندي وكبروا، هم اهم بوقتي وبمجهودي ان انا اربيهم كويس وان انا افضل جنبهم بتابعهم هم بيكبروا، التمثيل عمره ما كان مخلي لي وقت معاهم، وانا دلوقتي الحمد لله عندي شغل تاني ومبسوطه فيه عارف انتي ما شاء الله عليكي عامله شغل وعندي وقت جميل. دلوقتي ان انا اقعد مع بناتي اكتر. كلمة منك لكل ست بتسمعك لما تفوت عليها أيام صعبة وتمر في حالة غدر قاسية، ودي طبعا انتي تعرفي توصفيه كويس انتي عايشاه، طبعا وساعات الحب بيضعفنا يعني احنا كستات عاطفيين، طبعا فبيبقى فيه الخذلان ده مع كسرة القلب، تقولي لها ايه؟ تقولي لها تستقوى بإيه؟ تقولي لها بصي، أول حاجة أنا ساعدتني واستقويت بيها استقويت بربنا، أنا ونعم لجأت له بالله. هو لوحده قبل ما ألجأ لأي حد خالص، لأن كثرة الخاطر ووجع القلب ده ما فيش أي حاجة تداويه غير اللي خلقك، إن هو عارف، هو أكتر واحد حاسس وشايف انت حصل لك ايه وتعرضتي لايه، وهو الوحيد اللي عارف الحقيقه، وكلنا هنقف قدامه في يوم القيامه وكل حاجه هتبان، هو لوحده اللي تستعيني بيه ونعم بالله. وتمسكي قوي بيه، لان هو الوحيد اللي هيقويكي انك تقفي قدام اللي بيشوهوا سمعتك وصورتك وبيكذبوكي، هو اللي هيقويكي انك تقفي قدام مصاعب الحياه بعد ما كان ليكي راجل وما بقاش ليكي راجل، الامان هو اللي هيقويكي في كل اختياراتك حاجه. الجاية يا مي هتاخدي بالك لا جايه دي صعبه. هتعيشي لوحدك يعني؟ انا دلوقتي يعني بصراحه محتاجه اشتغل على نفسي نفسيا وصحيا اكتر، لان الفتره دي ضرتني نفسيا وصحيا بشكل كبير، فمش شايفه انه انا بصراحه اهتم بحاجه غير نفسي وبناتي وشغلي وعيلتي واهلي، دول اهم حاجه دلوقتي الحقيقه. حبيبتي نورتيني و تسلمي، متشكره قوي ليكي، نورتيني فعلا، وربنا معاكي يا رب دعواتك وادلوتي ودعوات كل الناس اللي مصدقه بقلبها.